انت كنت بتتفرجي على احمد فرحات وهو صغير؟ طبعا. طب تفتكري له ايه؟ فيلم طاقية الاخره. كان اسمه ايه؟ كان اسمه فصيح. برافو. مذاكره مذاكره عروبه مذاكره. مع اسمه صعب يعني. طيب انت بدايتك كانت ازاي يا جنى؟ بدايتي كنت صغننه، كان عندي 4 سنين. كنت صغننه؟ هو لسه صغننه. لا لسه صغننه. كان عندك 4 سنين؟ ايوه عندي 4 سنين، وطلعت مع نانسي عجرم في برنامج اسمه ستار صغار في لبنان. هم المفروض ده اطفال وبيغنوا، فادتني الجايزه بتاعت البرنامج يعني، وقالت لي انت هتبقي ستار. وانت صدقتيها؟ انت بقيتي خلاص. وبعد كده شافني انكل اكرم فريد ودكتور فريد النقراشي، وجابوني فيلم ثاني اكسيد الكربون مع انكل هاني رمزي، انا بحبه جدا. انا عارف انك بتحب هاني رمزي، بس انا واثق ان بعد الحلقه دي هتحبيني اكتر من هاني رمزي.